وكثير هذوك اللي تيهضروا اللي يهضروا على بيتات وهضروا على وزيرة السياحة كانوا تيقول لك علاش عزيزة خدوش خصو يدير واحد قانون مالية تعديلي وقدر في هذا الظروف كاملة ما يديرش قانون مالية تعديلي وهذا إنجاز في حد ذاته باش يكون دعم يكون واحد دعم خاص والمجالات تتساوى بينها الجهات تتساوى بينها في الاستثمار وحتى داخل الجهات قال السي رشيد الربيع العالمي ما تبقاش واحد الاقاليم فقط هي اللي تستفاد من الاستثمار والاقاليم الخلفيه ما تستفادش انا تنتمنى ان ميثاق الاستثمار ديالنا يجي ينعش وزان وشفشاون أخوات والإخوات ديال المكتب السياسي بكل صدق يعني خرجت وأنا فرحان بزاف وأنا أعتز أي اعتزاز بمستوى النضج الرفيع بمستوى الصراحة التي طبعت المداخلات وكذلك بتلك النظرة استشرافية للمستقبل وأكثر من هذا وذاك الإحساس القوي جدا بهذه المسؤولية وكل شيء يقول لك الحزب ديالنا حقيقة على صعيد الحكومة على سيد السيد الرئيس احنا مطمئنين الحمد لله العمل كاين ولكن الواقع كيفاش نكونوا في المستوى ديال الإدارات من حيث السلوك من حيث كذلك الإجابات على المشاكل ومن ناحية كذلك زرع الطمأنينة زرع التفاؤل وبناء تلك الثقة وهذه هي الثقة هي اللي بنيناها وشكرا لكم. هذا أول منتدى اللي غادي يكون عن صعيد منتدى اللي كيهم يعني المنتخبين ديال الأحرار كتعرفوا بأن كاين 10,000 منتخب تقريبا ثلث ديال المنتخبين فبغينا تكون واحد يعني العلاقة مع هاد الإخوان باش يكون واحد التجويد ديال العمل الجماعي اللي هما سميتو اللي كيشتغلوا به وكذلك باش نسمعوا ويكون واحد الانصات للمشاكل اللي كيطرحوها لهم المواطنين باش نجيو بواحد العرض من بعد ان شاء الله. هذا شيء جد مهم لان كتعرفوا الديمقراطيه يعني المحليه هي شيء مهم والعلاقه وديال القرب والسياسه ديال القرب والسياسه ديال الانصات هي اللي كتخلي ان المواطن يفهم البرامج ويتمشى معهم ونفهموه كذلك الحاجيات ديالو. فهذا انطلاقه من هنا من مدينه من جهه طنجه تطوان الحسيمه باش نمشيو لجميع يعني الجهات والاقاليم ان شاء الله. والنتائج اللي غادي نجيو بها هي نتائج اللي غادي تكون يعني مرسومه بالنسبه للمغرب كله لانه ماشي فقط كل منطقه بمنطقه غادي نشوفوا الاشكاليات الكبيره اللي مطروحه وفين ما كانوا يعني لا الاغلبيه ولا المعارضه هذا غادي نشتغلوا معاهم كحكومه باش نلقاو الحل ان شاء الله لهاد المتطلبات ديال المواطنين في الاقاليم وفي الجهات. شكرا لكم. هذا هو سر النجاح. 10,000 منتخب السيد الرئيس اصبحت مسؤوليه اكثر من هي فعلا كان افتخار لكن اصبحت مسؤوليه. كانت عندنا التزامات مع الساكنه عبر مجموعه من البرامج 100 يوم 100 مدينه المسار الثقه البرنامج الحكومي اليوم المخططات التنمويه على المستوى المحلي المستوى الاقليمي المستوى الجهوي انتظارات الساكنه التزامات السيد الرئيس بصفته رئيس الحزب والتزامات السيد الرئيس بصفته رئيسا للحكومه لتثبيت البعد الانتقائي للمخططات السنويه وتثبيت هذه الثقافه في وضع المخططات. خامسا توضيح دور وحق التدخل السلطات الوصيه او الوصايه وكذلك المصالح الخارجيه والمجتمع المدني في وضع المخططات التنميه. سادسا وضع مساطر واضحه للتعاقد والتتبع وتقييم وافتحاص التقائيا في وضع وتنفيذ مخططات التنمية مع وضع آليات قانونية لمراجعتها وتحييدها عند الحاجة. سابعا ضرورة وضع إطار واضح للصفقات المتعددة الأطراف من أجل تحديد المسؤولية والالتزامات المالية خدمة للحكامة والمساعدة. كما تبعتوا الحمد لله
منتدى جهوي اللي حط الريحه ديالو بهذه الجهه طنجة تطوان الحسيمه، نقاش مثمر، نقاش مسؤول، التزامات ديال المسؤولين لا الوطنيين ولا الجهويين ولا المحليين باش يتقربوا كل المنتخبين. اعتقد بان اليوم الحمد لله نجاح كبير في هذا اللقاء وهذا المؤتمر، واللي ان شاء الله تنزيل ديال المخرجات ديالو عما قريب. شكرا. ثانيا السيد الرئيس المحترم، البرامج الان اللي كنعاني منه سواء قرارات مجلس اقليميه او جهويه او جماعتيه هو يعني تشتت ديال البرامج. عندنا البي دي ار وعندنا البي دي بي وعندنا ديال لوكال وثم عندنا بلون انتيغري في الجهه ديال طنجة تطوان الحسيمه واللي شمل ازياد من 1000 منتخب واللي عرضوا جميع المشاكل ديالهم في الورشات اللي حسوا انه هذا المنتدى شمل النهار كله ديال الخدمه. الصبيحه خصوها الاوراق الورشات اللي كانت مختلفه، شملت جميع المشاكل التي يعاني منها المنتخب والتعريف ديالو بالحقوق ديالو والواجبات ديالو ما له وما عليه. والنهايه كانت اليوم في هذه الامسيه برئاسه السيد عزيز اخ نوش رئيس حزب التجمع الوطني الاحرار، واللي اكد عزيز اخ نوش للجميع المستشارين انه هو رئيس ديال جميع ديال الحكومه المغربيه وانه سيدافع سيعمل على تجويد الميثاق الجماعي ومراجعته حتى تعم هذه الفائده جميع المنتخبين سواء كانوا احرار او غير احرار ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم هذا اللقاء ديال طنجه، هذا المنتدى الاول ديال طنجه ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه كان بدايه ديال واحد السلسله ديال 12 لقاء جهوي، 12 منتدى جهوي اللي غيمتدوا على مدى سنه 2023 كلها، التي اصرت قياده الحزب من رئيس الحزب الى اعضاء المكتب السياسي باش يحضروا لهم كاملين، واللي الغايه منهم هو اولا نفتحوا نقاش، نقاش جدي وعميق لصبر اغوار واحد العدد ديال الاشكاليات والتحديات والرهانات اللي مرتبطه بالديمقراطيه المحليه وبالتنميه المحليه. الايمان ديال الحزب منذ انشائه، تنذكروا بان الميثاق الجماعي الاول ديال 1976 وقع فيه رأي الوزير الاول انذاك المؤسس ديال حزب تجمع الوطن الاحرار احمد عثمان. اليوم بعد هذه المده كلها نصف قرن تقريبا تيعاود يجي الحزب بهذا الزخم اللي عنده المنتخبين اللي كيتجاوز 10000 منتخب باش يقول بان هذه الوضعيه او الاشكالات اللي كيعيشوها المنتخبين اللي كيعيشوها الجماعات الترابيه هو في حاجه الى اعاده قراءه، الى اعاده تقييم وتقدير. ولكن سرعه التنزيل والتنفيذ كيرجع للحكومه ديالنا حنا دابا. معنا حنا الحلم اصبح حقيقه واقع. وفي واحد جنبير كان هذا اليوم هو يوم تاريخي بالنسبه للمغاربه. فيما يخص التعليم خصصنا 29 مليار ديال الدرهم. وفتحنا حوار ونوه بالحوار اللي فتحناه مع النقابات الاكثر تمثيليه في التعليم ومؤسستين. والعمل جاد من اجل اصلاح المنظومه التعليميه. ونشوف الشغل سيد الرئيس كنلقاو افراد ميثاق الاستثمار جديد. وعلاقة مباشرة بخلق فرص الشغل. اليوم كان عندنا كان عندي الشرف انني اثر واحد نكون مقرية ديال ورشة 100 يوم 100 مدينة والانجاز ديالها على ارض الواقع. وحقيقة كانت ورشة جد غنية، كانوا تدخلات في المستوى، الحضور كان نوعي، تدخلات واقعية حقيقية، يعني ما كاينش ديك لغات الخشب تماما. الناس خصها اللي يسمع ليها، الناس خصها الناس امس حاجة اللي تنط ليها، اللي يشرح ليها البرنامج الحكومي، الانجازات الحكومة في هاد المدة ديال العام ونص، شنو درنا لحد الساعة، شنو خدرنا في التشغيل، شنو عملنا في الصحة، شنو عملنا في التعليم. ومي كنقولوا إذا بغي مثلا من نهضروا على التشغيل، هنهضروا على ميثاق إخراج ميثاق الاستثمار الجديد اللي رجعت عند المستثمرين دابا صورة واضحة باش أنهم يديروا استثمارات في المغرب، وعنده علاقة رجعت واطدة مع خلق فرص الشغل. يعني الدولة ما تعطي الدعم ديالها للمستثمر إذا ما كانش هيخلق لها واحد 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 عدد من 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 المناصب ديال الشغل للشباب. مرحبا، هذه دعوه لكم السيد الرئيس. السيد الرئيس زورنا في الشوم تاع الشعب، بغينا الشوم تكون تجمعيه ان شاء الله المغربيه.